السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت التقارير عن قائمة اللاعبين الأكثر سمنة في نسخة كأس العالم التي ستنطلق خلال الأيام بروسيا، وفي مفاجأة ضمت القائمة لاعب سعودي. ووفقا لسجلات اللاعبين الرسمية المنشورة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عبد الله المعيوف حارس مرمى الأخضر منتخب السعودية ونادي الهلال تم تصنيفه كثاني أكثر اللاعبين سمنة في مونديال روسيا 2018 ب 98 كيلوغرام بعد لاعب منتخب بنما رومان ترويس، والذي جاء في المقدمة ب 99 كيلوغرام. وجاء في المركزين الثالث والرابع لاعبين من منتخب إنجلترا، هما هاري كين مهاجم نادي توتنهام وهاري ماجواير. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.